المعاملات اليومية بتاعك، تخرج الصباح تسمع وصيف في الشارع، تسمع كحلة، تسمع جيرة جيرة، تسمع بعد مغادي بتسمع عبيد يحكي معك بالفرنسي يخلوك ماكش تونسي اترانجي. تاكسي ما يحبش يقف لك يقول لك، بعد يقف لك واحد بعد قداش يقول لك انا ما نحبش نركب كل حالش عرفتهم كل يجيو من الكونغو دراوين دراوين علاش خاطر ريحتهم خايبة. معناها تسمع انواع نتاع تمييز مختلفه في المعاملات نتاع كل يوم. مثلا فما زيد في الـ في الـ في مجال تشغيل باغ اكزومبل، انت تمشي تقدم عندك الكفاءات اللازمه، عندك كل شيء مطلوب، لكن تتفاجئ انه ما يكلمك حد، ما يتلفت لك حد، تقول علاش مره اثنين ثلاثه، اما في الاخر مش تعرف اللي فما حاجه. معناها الحاجه الوحيده اللي تميزك على غيرك هي لونك، دونك هذاك علاش يرى تصويرتك في السي في نتاعك اليميني. انت نشوفوا زاده تمييز في كيفاش نجمو نقولوا في الوجه العام لتونس ولا في المشهد العام لتونس. انه فما تغييب للسود في التمثيليه في مجلس النواب الشعب باغ اكزومبل، في التمثيليه في الاعلام، في التمثيليه في في مجال الفن باغ اكزومبل. معناها الاسود التونسي مغيب زاده تماما على وشويه زاده